السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو اليوم سوف نتحدث عن ذكاء اصطناعي يمكن من خلاله الاعتماد فيما يخص المبرمجين والمطورين. هذا الذكاء الاصطناعي يمكننا من خلاله التحاور والبحث والمساعدة في حل مشاكل برمجية، ومن خلاله يمكننا الاستفسار في أمور أيضا برمجية، وأيضا يمكننا استغلاله في أمور أخرى كتنصيبه كإضافة أو تنصيبه في، على سبيل المثال، الفيجوال ستوديو كود، حيث بإمكانه أن يكمل كتابة الكود. يمكن من خلاله أيضا أن يشرح لك الكود كتعليق وكثير. الموقع اسمه كوديم. هذه واجهة الموقع The Modern Coding Superpower. يمكن تحميله كإضافة أو يمكن تجربته كما سوف أقوم بتجربته في البراوزر هنا في المتصفح. يمكن إضافته إلى IDE وهي البرامج التي نستخدمها لبرمجة التطبيقات بصفة عامة وكتابة الأكواد. يمكن استخدامه extension وهي كإضافة، ويوجد أيضا repository خاص بهذا الموقع في الجيتهاب. من مزايا هذا الموقع أو هذا البرنامج تحديدا، يمكنه عند تنصيبه على سبيل المثال في الفيجوال ستوديو كود يقترع عليك تكملة لكود محدد أنت تقوم بكتابته على هذا النحو. يمكنك أيضا أن تقوم بتعليق أو كتابة ماذا يشير الكود الخاص بك على شكل تعليق ليفهمه من يقوم بتجربة الكود أو أشخاص آخرون. ويمكن استخدامه كمساعد آلي، وذلك للبحث عن حل أو للبحث عن أكواد. هذا فيما يخص تنصيبه في IDE. أما لو أردت استخدامه مثل ChatGPT وغيرها من المواقع، فنقوم بالذهاب إلى تشات وتفتح لنا هذه النافذة. لو اخترنا كوديم الأولى، فيمكننا أن نسأل أي سؤال برمجي أو أي مساعدة برمجية. أما لو كان الكود الخاص بنا متعلق بأمر محدد كاستخدام مكتبة NumPy في البايثون، فيمكن الضغط على NumPy وطرح الأسئلة فيما يخص هذه المكتبة أو المشكلة التي تعاني في حلها، فسوف يذهب مباشرة إلى الريبرستوري المتواجدة لمكتبة NumPy في الجيتهاب، ويحاول مساعدتك في المشكل أو السؤال الذي تريد إجابة عنه. فنلاحظ هنالك NumPy، Next.js، PyTorch، React، Thread. حاليا هذا ما يتواجد فيما يخص المكاتب والفريموركات. أما إذا كان هنالك سؤال كما أشرت بصفة عامة، فنقوم بالضغط على كوديم ونقوم بمسألتي على سبيل المثال: What do you think about Java؟ ماذا تعتقد أو ماذا تعتقد فيما يخص الجافا؟ ونلاحظ هنا قد أجابك على سؤالك. على سبيل المثال سؤال آخر: Java or C++؟ Help me please or give me some advice. لاحظ، both Java and C++ are powerful programming language, but they have a different strength and use case. كلا اللغتين الجافا والC++ هم لغات عالية، لكن هنالك بعض الاختلافات في استخدام كلا اللغتين، حيث أن هذه اللغة قوية في أمر وتستخدم في أمر معين، واللغة الأخرى قوية في أمر محدد وتستخدم في أمر معين. نقوم بالضغط على Clear Conversion. من عيوب الموقع أنك لو قمت بعمل Refresh للموقع، فسوف يقوم أوتوماتيكيا بحذف الرسائل التي قمت بالتحدث معه، وبالتالي فينصح فتح حساب في الموقع لكي تبقى ما قمت بالتحاور معه فيما يخص الأسئلة الخاصة بك محفوظا داخل حسابك في الكوديم. هنالك أيضا نسخة مدفوعة من هذا الموقع أو البرنامج عند تنصيبه، وهي خاصة بتيم، وهنالك خاصة بالشركات. الخاصة بتيم وهي التي أريد أن أشير إليها. هذه النسخة فيها بعض المزايا تختلف عن الميزة المجانية وهي التي نستغلها للبحث، بحيث أن هذه الميزة المدفوعة تحتوي على GPT-4 وهو الخاص بالأوبن AI، أي الذي يعتمد عليه شات GPT النسخة المدفوعة، وأمور أخرى فيما يخص التيم الفريق. هذا ما كان في فيديو اليوم. سلام.